والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتعلم طريقة التايبوغرافي، وهي عبارة عن كتابة داخل الكتابة أو داخل شكل للكتابة زي ما أمامكم مكتوب. نبدأ على بركة الله ببرنامجنا الفوتوشوب ونكتب ما نريد أن نكتبه. نبدأ نكتب الكتابة، نكبرها بهذا الشكل، نضغط انتر، نحول الكتابة إلى نقطية. هذا كل اللي نحتاجه الآن. ثم نجي على ملف جديد ونعمل المقاس 100 في 100، نقول موافق. في داخل 100 في 100 نعمل الكتابة اللي احنا نبغى تكون داخل الكتابة دي. فنجي نكتب على سبيل المثال ونضغط كنترول جي ونكررها. كنترول جي كنترول جي، نكرر الكتابة في داخل الشكل اللي أمامنا يا أخوان. بعد كده نيجي نقول نختار اليمين، وقبل ما نختار كمان نيجي على الصفحة الأخيرة، الطبقة الأخيرة، ونشيل منها العلامة عشان تكون شفافة. نقول له تحرير تحديد كنموذج، نقول له موافق. نيجي على الشكل، نضغط كنترول على الشكل و ديليت. في داخل الشكل هذا الآن نيجي على تحرير وتعبئة، نختار نموذج حيكون هو آخر نموذج موجود عندنا، نقول له موافق. بعد كده نيجي على ماوس يمين، خيارات الدمج، نضع حد أو بالأحرى نضع له ظل، وتظهر الكتابة لدينا في داخل الكلمة. وممكن نقوم بنفس العملية بالشكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرجو